يوم الغدير حيدر الكرام صار أميري قد أكمل الدين يوم الغدير حيدر الكرام. أقسمت عليكم بالله، هل يوجد فيما بينكم شخص غيري؟ قد قال فيه رسول الله في يوم الغدير: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم أحب من أحب عليا وعاد من عداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. كلامك صحيح يا علي، لا والله كل هذا هو لك فقط. أيها الإخوة والأخوات، قفوا جميعا في أماكنكم ولا تتحركوا. أعلم أن الشمس حارقة والكل يعاني، ولكن رسول الله سيوجه إلينا جميعا خطابا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أدعوكم جميعا إلى تقوى الله. ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا؟ أيها الناس، إني تارك فيكم وديعتين قيمتين وثقيلتين، إحداهما القرآن والأخرى أهل البيت. القرآن والعترة. الحق أن البعد عن القرآن وعترتي في يد، وهلاككم في اليد الأخرى. الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. اللهم والي من والى عليا وعاد كل من عاد عليا. أيها الناس، الحق دائما مع علي وعلي مع الحق. الله أكبر الله أكبر، هنيئا لك يا علي هنيئا لك يا علي. ماذا كانوا يخفون عنا ذلك؟ سامحهم الله، قال: خوفا من أن تتأثر فتتشيع. خوفا. هل نكتم الحقيقة حتى لا نقوي مذهبا على مذهب؟ دعونا من ذلك أيها السادة. ألم تسمع من رسول الله مرارا حين كان يقول: أنت يا علي مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي أبدا. أكمل الدين يوم الغدير حيدر الكرام صار أميري، قد أكمل الدين يوم الغدير حيدر الكرام صار أميري يوم الغدير. علي 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 يوم الغدير. قال
إله الكون في الآي المبين. اليوم أكملت لكم يا ناس ديني. قال إله الكون في الآي المبين. اليوم أكملت لكم يا ناس ديني. حق اليقين أخ الأمين.